بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وأعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، طيب الله أوقاتكم بكل خير، ويتجدد بنا اللقاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم بعنوان استخدام النقود، الوحدة الثانية عشر، الدرس 12-4. تعلم، هيا بنا يا أبطال نتعرف على كيفية استخدام النقود. طبعا يا أحباب، دي عملة الكويت اللي هو الدينار. أكمل، 3000 فلس بتساوي كام دنانير يا بطل؟ طبعا هنا هنقوم بعملية القسمة، لأن احنا بنحول من الوحدة أو العملة الصغيرة إلى العملة الكبيرة، فنقوم بعملية القسمة، فنقسم 3000 على 1000 هيديني 3 دنانير. أيضا عندي 11000 فلس، طبعا هنا من الفلس إلى الدينار، يبقى دي عملة صغيرة، العملة الكبيرة نقوم بعملية القسمة. نقسم على كام؟ على 1000، يكون 11 دينار. فكر معايا يا بطل، 7 دنانير هتساوي كام فلس؟ طبعا هنا من العملة الكبيرة إلى العملة الصغيرة، طبعا هنعمل إيه يا أبطال؟ هنضرب في 1000، يبقى 7000 فلس. 12 دينار يا أبطال فيهم كام فلس؟ أحسنتم، 12000 دينار. 40000 فلس تساوي كام دينار؟ 40 دينار. طبعا يا ابطال هنا بنظر الى العملة، هنا من الدينار الى الفلس، سنقوم بالضرب في 1000، يبقى 60 ضرب 1000، 60000 فلس. هنا يا بطل عايزك تشوف مين الأكبر، ضع رمز العلامة، أكبر من أو أصغر من أو يساوي. طبعا يا أحباب أنا عندي هنا ال 20 دينار وال2000 فلس، مين الأكبر يا أحباب؟ طبعا أنا عندي الدينار لما أحوله للفلس في 1000 فلس، وعندي 20، يبقى 20 ضرب 1000 هو 20000، يبقى نقول إن 20000 أكبر من 2000 فلس. مثال التالي، 6000 فلس و6 دنانير. طبعا يا أحباب لما نيجي نحول من الوحدة أو من العملة الصغيرة إلى العملة الأكبر، نقوم بعملية القسمة. هنا يا أبطال 6000 قسمة 1000 هتساوي 6 دنانير، إذا الاتنين متساويان، إذا نضع علامة التساوي أحباب. مثال آخر، ربع دينار و300 فلس. لاحظ معايا يا بطل ان انا عندي الربع دينار بيساوي كام؟ 250 فلس. اذا عندي هنا 250 وهنا 300 فلس، لا، ال 300 فلس يا ابطال هو الاكبر من 250 فلس، يبقى نقول ان الربع دينار اصغر من 300 فلس. الى هنا احبائي نكون قد انهينا درسنا لهذا اليوم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.